في الرواية 65 أيضا في اختيار معرفة الرجال رجال الكشي، وفي معجم رجال الحديث الجزء 15 تسلسل 528 حمدويه، قال عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. إذن ممن ينتحل هذا الأمر إلى أي عنوان تنصرف، إلى أي مجموعة تنصرف، لا يعني ننخدع بما يقوله نواصب السنة مما يقوله مدلس السنة عندما يتهون الشيعة بالتكفير وباتهامات فارغة وباطلة بالاعتماد على مثل هذه الروايات التي فيها معنى الانتحال. عرفنا بأن معنى الانتحال هنا هو من يتخذ التشيع على نحو النفاق، والانتحال للإسلام ممن يتخذ الإسلام على نحو النفاق، والانتحال للأخلاق ممن يتخذ الأخلاق على نحو النفاق.